هاي الابلاس قال لك العلاقات بين الناس كيما الديار بالضبط. فما ديار الله مصلي على النبي، وفما ديار تستحق الحقيقه شويه ترميم وشويه تروشيك، وفما ديار لازمنا نهدموها نكسروها ونعادوا نبنيو من جديد. طيب. وفما مالوغوزمون اللي تجبر عليها تجبر بتكتب عليها للبيع. وكان حكينا على التربيه، تربيه العز، فما ناس لازمها كي تشم يديها تشبع، وفما تربية العز معناها زادة عينك عمرها ما تجي على حاجة غيرك. تربية العز معناها عمرك ما تحسد غيرك على حاجة عطاها له ربي، خاطر اللي عطاه ينجم يعطيك. وتربية العز هي ثقافة، هي مش شكل ومش مظهر. وناس بكري قالوا يا زينة الفايدة مش في الزين والعين، الفايدة في الأصل، في التربية، في الدين وفي القلب الحنين. الباهي أصله يرجع عليه، والخايب تتنحاله الزينة ويقعد السديد يلي فيه. ورد بالك، رد بالك من الكلمة الخايبة، خليها في القلب تجرح وما تخرجيش من الفم وتفضح. واللي ريتو ركب فركة تشتقله يا زينة مبروك الأحسان. وخلي الفم مغلوق والقلب صندوق، وربي من الفوق يخلص الحقوق. الله 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 ودي والله.